يا سلام، هتلر هيسيب مصر كلها وينشن على البيت المعفن اللي انا ساكن فيه. ابو طارق بقى هدف عسكري. يا حستي دي غارة. سفاري غارة نار. في ضرب نار، سمعتي؟ طب وبعدين مش هتهدى؟ انا دوب لسه بدأ دلوقتي. أنا خايفة. غريبة، أنا أول مرة أتجرأ وما خافش. أنا لازم المحطة لسه ما جاتش، قصدي الغارة لسه ما خلصتش. طب ما يمكن تطول. يا ريت. شرابات مقلوبة في الشغل عشان المال استلعب. المال بيغير الإنسان، يخلي ملاك يخلي شطار. والغريبة إن في ناس مغفلين مصدقين لغاية النهاردة إن السعادة ليست في المال. طبعا مش في المال. الخلاف لا يفسد للحضن قضية. مالك كده يا اختي. مالي مالي وكسه. قومي خدي لك فمني يا دنايا. طب ده الغور المال، لو البني ادم مننا يمشي في سكه بطاله. مالك يا حسن؟ مالك انت؟ هو الشراب ده ملوش أسلك. بالك انا شايفه المال ده هتخش في وقت احسن. ده ايه الرومانسيه المعفنه دي؟ مش كده، ايه الشراب المقلوب ده؟ بالك انا شايفه المال ده وخمسه كمان. اصبري هتضرب تاني حالا دلوقتي. لا خلص. اصبري ما تقطعيش هتضرب حالا. لازم هتلر ده طلع بيهوش. حتى الغلط في الزمان ده اتقل بركتها. ولع نور، ولع نور يا سي حسن. ولع. انا من غير غلط كنت مولع. ده انتوا اهالي حرب عندكمش حساسه. متشكر قوي يا سي حسن، واشوف وشك على خير. استني بس، علي رايحة فين؟ انتي مسافرة؟ مش بعيد. عند حد من قرايبك؟ في أي داهية، أنا عايزة أبعد وأرتاح من الدنيا خالص. ليه ده كله؟ ليه ده كله؟ أنتِ بس تلاقيكي مكروبة دلوقتي. ما يصحش تنزلي الحارة في وقت زي ده، الناس تقول عليكي إيه؟ ما دام أنتِ في أزمة يا بنت الناس، ما تبيتي للادي هنا والصباح رباح. رباح يا ابو طبق. كمني قلت لك شفره جدي هيبقى مقلسه يعني بقى ولا ايه؟ انا كده صار على حقيقتك، وانا اللي قلت في على بالي ان الواحده ما كانتش قابل راجل محترم. سمعت من ان خدش كلمتين عليا، سمعت فيا قلتش تجرب الطاروخه. الطاروخه بس وانت مقك عامل زي ام عجاز المطبق. بس طاروخه ايه ده؟ انت هبله بنت هبله. انت هتخشي الاوضه تقفلي على نفسك الباب من جوه، سنكري على نفسك الباب. ان كان عليا انا هنام على الكنبه هنا في السطوح. طب وانت ايه اللي هيخليك تنام في الساعه بره؟ يعني انت هتنامي في الفرن جوه؟ يا
ما هو جوه في صواريخ هوا من كل ناحيه ومن كل حته. صحيح البني ادم اللي قدامك ده ما حنتوش اللضا، كل يملكه في الدنيا دي سلطانيه زبادي، وقريب جدا نص ازازه شربات، انما هنا في اخلاص ووفاء ومروءه. خش اسطري نفسك ونامي جوه يا بنت الناس. اتفضلي يا اختي. لعينه هيبقى في موده برضو مش كده؟